ما انا مش مع العوده ديال الرجوع للحظ الصحيح. انا كما شرط سابقا قلت اودي البلاد ماشي في استطاعتها ديالها ترجع للحجر الصحي، وسيتو خاصه عندنا عام تقريبا زياده ولا جينا نجيبوا مثلا الى رجعنا الاحصائيات نرجعوا نقارنوا نقولوا الاقتصاد ضيع بزاف ديال النقاط، فهمتي؟ اذا الاقتصاد البلاد ما محتاجش يرجعش، وكما قلت اودي البلاد تتعاون جوج مناسبات كبار هما العيد الكبير والرمضان، ورمضان كتشوف واخا الانسان ما عندوش راه تينفق. الا بغاو يديروه يديروه، ما عندناش مشكل، انا ما عنديش مشكل مع الا بغاو لقاو فيه مزيان راه يديروه. لا غادي يعاودوا هذا الحجر الصحي، لا الحجر الصحي حاليا الحاله الوبائيه في المغرب غاديه في تحسن والمغاربه عندهم المناعه، العوده ديال الحجر الصحي ما عندها لا نظريه علميه لا والو. عوده الحجر الصحي في رمضان، انا صراحه مع عوده الحجر الصحي في رمضان، لان مع هذه الاصابات الاولى ودابا رجعوا من جديد كيكثروا، مزيان لينا ان نكونوا نديروا شويه الاحتياطات ونديروا احتياطات اللي جد 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 كثيره صراحه، لان هذا الوضع فاش كنعيشوا دابا وضع جد مؤلم ديال الكوفيد ودير هذه الجائحه. نتمنوا باذن الله من السلطات المعنيه انهم يرجعوا الحجر الصحي، وانا مع الحجر الصحي في رمضان. لا خويا ما بعاش عوده الحجر الصحي في رمضان، حيت كيبان لي القضيه رمضان كتبغي دور تبغي مثلا كتكون انت صايم في الصباح، العشيه راه كتبغي تمشي تصلي وتبغي الدور، ما تبغيش ما تجيكش الحجر الصحي مريح في الدار والصاله في الدار، اكثريه تصلي في الجامع احسن. وزيدوا عاوتاني الناس في الصباح كيبغيو يخدموا كيبغيو يدبروا على راسهم في هذاك النهار في هذاك الشهر الكريم، وانت ملي غادي تحبس عليهم هذاك الشيء راه ما غاديش يقدروا يخدموا في رمضان. دونك بالنسبه لي انا شخصيا الحجر الصحي في رمضان غادي يزيد يعني يعمق الازمه. الا كان فيها مصلحه المواطن ومصلحه المواطن مع عوده الحجر الصحي، الحجر الصحي بكل صراحه كان ايجابي، لانه عرى على واحد مجموعه ديال الوقائع وحقائق، وكشفنا مجموعه ديال الاشخاص ومجموعه ديال الامور اللي كان خصي تعاد فيها النظر. والحجر الصحي اخويا راه تعذبنا فيه، راه تكرفصنا فيه، ما كاين لا خروج لا والو لا خدمه لا حتى حاجه، انا ضد ديالو.